بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول في محاضرة هذا اليوم تقدير المعالم الوراثية Estimation of Genetic Parameters، وكجزء من المعالم الوراثية المكافئ الوراثي وأسلوب تقدير المكافئ الوراثي. ويطلق على المكافئ الوراثي Heritability ويرمز له H-square، ويمثل أحد خصائص الصفات الكمية، ويمثل لنا مدى مساهمة التباين الوراثي في التباين الكلي، حيث أن الصفة الكمية تتأثر بالظروف البيئية على عكس الصفة النوعية التي لا تتأثر بالظروف البيئية. لذلك لا يمكن أن نتحدث عن قيمة المكافئ الوراثي للصفات النوعية. فعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن صنف الدم كلاس A، جميع التأثيرات التي تقع في تحديد صنف الدم هي وراثية، سواء كانت الظروف البيئية تغذية أو درجة حرارة، عندما تتغير لا يتغير صنف الدم. كذلك الحال شكل العرف في الدجاج، إذا كان شكل العرف المفرد سيبقى شكل العرف مفرد، إذا كانت التغذية جيدة أو غير جيدة أو الظروف الحرارة والإضاءة وغيرها مختلفة سوف يبقى تعبير الصفة ضمن هذا المظهر. لذلك عندما نتحدث عن المكافئ الوراثي فإننا نخصص هذا الكلام عن الصفة الكمية، وبالتالي يمثل لنا المكافئ الوراثي مدى الاعتماد للشكل المظهري على التركيب الوراثي، أي مدى مساهمة الجينوتايب في إظهار الصفة الكمية. ويمثل لنا المكافئ الوراثي من المعايير المهمة التي يستغلها المربي في تحديد خططه لتحسين الصفات الكمية، فمن خلالها يمكن أن يقرر هل يتبع التحسين الوراثي إذا كانت قيمة المكافئ الوراثي جيدة مرتفعة، أو أن يلجأ إلى تحسين الظروف البيئية لتحسين أداء القطيع من خلال توفير التغذية الجيدة والإدارة الجيدة إذا كان قيمة المكافئ الوراثي منخفض. يمكن تقدير المكافئ الوراثي بأسلوبين. الأسلوب الأول يكون بالبرود سينس أو ما يعرف بالمعنى الواسع، ويشير لنا إلى التباين بالصيغة العامة genetic variance الفينوتيبيك variance. وفي هذه الحالة سيكون التباين الوراثي يشمل التباين التجميعي والتباين السيادي والتباين الخاص بالتفاعل ما بين الجينات genetic interaction، وجزء من عنده هو التباين التفوقي. وهذا الأسلوب في تحديد المكافئ الوراثي يكون ذو أهمية محدودة في برامج التربية والتحسين. التقدير المهم في المكافئ الوراثي هو عندما يكون بالمعنى الضيق النروسينس، ويجري بتحديده وفق المعادلة الواضحة أمامنا الأدتيف فاريانس على الفينوتيبيك فاريانس. وهذا الجزء مهم في برامج التربية والتحسين حيث ينتقل من جيل لآخر. فوائد تقدير المكافئ الوراثي: المكافئ الوراثي له أهمية كبيرة في التنبؤ بإمكانية الاعتماد على القيمة المظهرية لدليل للقيمة التربوية، أي عندما نجد أن الصفة متفوقة نحدد بأن هذه الصفة هي ناتجة عن وجود جينات جيدة يحملها الفرد، أو أن هذه الصفة عندما يكون المكافئ الوراثي منخفض أن هذه الصفة الجيدة
ليس بتأثير امتلاك الفرد للجينات الجيدة، أي أن المكافئ الوراثي سوف يخبرنا هل أن الفرد يمتلك جينات جيدة تسببت في إظهار التفوق في الصفة إذا كان المكافئ الوراثي مرتفع، والعكس صحيح عندما يكون المكافئ الوراثي منخفض فإننا لا نعول على الجانب الوراثي في تقييم الفرد. الفائدة الثانية أن الكثير من القرارات التي يتخذها المربي في أسلوب التحسين تعتمد على المكافئ الوراثي، فإذا كان المكافئ الوراثي منخفض ففي هذه الحالة يلجأ المربي إلى تحسين الظروف البيئية والإدارة لتحسين أداء القطيع، بينما إذا كان المكافئ الوراثي جيد فسوف يلجأ المربي إلى التحسين الوراثي، فضلا أن المكافئ الوراثي إذا كان مرتفع سوف يلجأ المربي إلى الانتخاب المظهري، بينما إذا كان المكافئ الوراثي منخفض وقرر الانتخاب فسوف يلجأ إلى الانتخاب العائلي. أيضا لدينا تقديرين، التقدير بالمعنى الواسع والتقدير بالمعنى الضيق. إذا كان متقاربة التقديرين متقاربة مما يشير إلى أن التأثير الرئيسي الوراثي هو من النوع التجميعي، بينما إذا كانت التقديرات متفاوتة أي هنالك تباعد ما بين تقدير البرود سينس بالمعنى الواسع وتقدير النارو سينس بالمعنى الضيق، فهذا الفرق يعود إلى تأثير الجينات غير التجميعية، مما يشير إلى دور في الجينات غير التجميعية، وبالتالي يكون هدف المربي هو اتباع الماتينج سيستم أنظمة التزاوج. بينما إذا كان تقدير النارو سينس المعنى الضيق مع المعنى الواسع متقارب مما يشير إلى أن التأثير الرئيسي هو للجينات التجميعية، مما يقرر المربي اتباع الانتخاب السلكشن. أيضا من الفوائد اللي يقدم لنا إياها تقدير المكافئ الوراثي إمكانية التوقع للاستجابة للانتخاب قبل أن ننفذ الانتخاب، وهذا التوقع يمكن من خلال هذه الفورمولا response R الاستجابة تساوي الـ irritability مضروبة في selection differential اللي هو الفارق الانتخابي، أي أن تقدير المكافئ الوراثي وضربه مع الفارق الانتخابي اللي يمثل لنا الفرق ما بين متوسط قطيع الآباء المنتخبة و قطيع الأساس، الفرق ما بين متوسط الآباء المنتخبة وقطيع الأساس يمثل لنا الفارق الانتخابي. هذا الفارق الانتخابي إذا ضربناه في المكافئ الوراثي سوف نحصل على الاستجابة المتوقعة للانتخاب، وبالتالي نقرر هل نمضي في الانتخاب أو أن العملية غير مجدية من الناحية الاقتصادية. فضلا أن تقدير المكافئ الوراثي يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار قد يتأرجح بتأثير مكونات التباين في المقام اللي تمثل لنا التأثيرات البيئية بدرجة رئيسية، لذلك التباين إذا كان ناتج عن تأثيرات بيئية هذا ما ينتقل من جيل لآخر، وبالتالي قد يؤثر في تقدير المكافئ الوراثي. فدائما عندما نعمل على تقدير المكافئ الوراثي نعمل على تقليل التباين البيئي للحصول على تقدير جيد وواقعي للمكافئ الوراثي. أساليب تقدير المكافئ الوراثي، هنالك عدة أساليب أو عدة طرائق لتقدير المكافئ الوراثي. الأولى هي تقدير المكافئ الوراثي المتحقق أو Realized Heritability، وهو ينتج عن تجارب الانتخاب. إذا نفذت تجارب الانتخاب فبهذه الحالة باستغلال الفورمولا
الهير تابلتي يساوي لنا ريسبونس على السلكشن ديفرنشال، وهي ستكون متاحة بعد تنفيذ تجارب الانتخاب، أي أن الريسبونس يمثل لنا العائد الانتخابي المتحقق الفعلي، ونقسم على السلكشن ديفرنشال الفارق الانتخابي سوف نحصل على الهرتابيليتي المتحقق الفعلي، وهو أصدق تعبير للمكافئ الوراثي. الأسلوب الآخر لتقدير المكافئ الوراثي هو علاقة الأبناء مع آبائهم، offspring parents relationships. هذه الطريقة تعتمد على الانحدار، على الريجريشن، اعتماد الابن أو معدل الأبناء على أحد الأبوين أو على متوسط الأبوين mid parents. وهذه الحالة سوف يكون لدينا قياسات مزدوجة للآباء وأبنائهم، وفي هذه الحالة سوف يكون لدينا تقدير إذا كان الأوفسبرينج مع أحد الآباء سيكون التقدير هو نصف الأديتيف، وبذلك فإن قيمة معامل الانحدار سوف نضربها في 2 لتقدير المكافئ الوراثي. أما إذا كان انحدار الأبناء على الميد بيرنت على متوسط الأبوين فإن التقدير للتباين الأديتيف سوف يكون هو نفسه المكافئ الوراثي، لأن الأب قد ساهم في هذا التقدير وكذلك الأم. أما من ناحية الدقة فيكون التقدير عن طريق الأب، أي أن regression أو معامل الانحدار على الأب هو الأكثر دقة في تحديد المكافئ الوراثي، لأنه سوف يكون معتمدا فقط على التباين التجميعي، بينما يكون التقدير عن طريق الأم مضافا إليه التأثيرات السيادية وكذلك التأثيرات الأمية الماتيرنال إفكت. لو نلاحظ لدينا هذا المثال لقياسات، نجد أن وزن الجسم الحي للأب ومتوسط أبناء هذا الأب، الأب الثاني وزن الجسم الحي للأب وهذا متوسط وزن أبنائه، وكذلك الحال الثالث وإلى بقية الآباء المشمولة في هذا المثال. نلاحظ أن الفورمولا المعتمدة لقياس معامل الانحدار، البي هي معلمة من معالم البيتا، معلمة من معالم الانحدار يجري تقديرها في العينة بتقدير قيمة بي. كما نعلم أن الانحدار هو علاقة ما بين متغيرين، متغير مستقل وفي هذه الحالة المتغير المستقل هم الآباء، ومتغير معتمد وهما الأبناء، لأن الأبناء تعتمد على آبائها، وبالتالي summation بي أو ناقصا summation بي مضروب في summation أو offspring و parent، نقصد البي parent و أو offspring مقسومة على N لتمثل لنا أزواج البيانات، عدد أزواج البيانات، وهنا لدينا 17 أب، ومعدل الأبناء أيضا لدينا 17، أي تكون لدينا أزواج من البيانات. والمقام يتحدد بالسم سكوير للآباء أو المتغير المستقل، summation p سكوير ناقصا summation p بمجموعها ستكون مربع على n. الناتج عن هذا التقدير هو 0.21، هو يمثل لنا معامل الانحدار،
وبما أن العلاقة هي ما بين أحد الآباء مع متوسط أبنائه، أي أن هذا الانحدار يمثل لنا نصف القيمة الوراثية، لذلك نضربها في 2 لتكتمل القيمة الوراثية، وبالتالي سيكون الهرتابلتي يساوي 2 في تقدير معامل الانحدار. فيما لو كان تقديرنا يعتمد على متوسط الأبوين الميد بيرنت، أي أن الأم زائدا الأب مقسمهم على 2 ومتوسط أبنائهم، فإن تقدير الانحدار سوف يكون هو نفس قيمة المكافئ الوراثي دون أن نضربه في 2. هذا ما يخص معامل الانحدار واستخدامها في تقدير المكافئ الوراثي. يمكن الاستفادة من البرامج الإحصائية، لاحظ هنا أمامنا هذا المثال للأوف سبرينج، ولدينا الساير الأب، ولدينا الدام الأم، وهنا في حالة متوسط الأب والأم اللي هو الميد بيرنت. ففي هذه الحالة نستطيع العلاقة أن نقدر ريجريشن ما بين علاقة الأب الساير مع الأبناء، وكذلك الدام مع الأبناء، وكذلك الميد بيرنت مع الأبناء. لاحظ هذه النتيجة الأولى هي الساير عن طريق معامل الانحدار للساير للأب، وهنا نطلب من طلبتنا أن يقدرون المكافئ الوراثي بالاعتماد على أبنائهم، أي أن هذه القيمة تمثل لنا هي قيمة معامل الانحدار point 18، تمثل لنا هي الريجريشن. وفي هذه الحالة سنقوم بضربها في 2 للحصول على المكافئ الوراثي. أما استخدامنا الريجريشن عن طريق الدام عن طريق الأم، نلاحظ هو 0.22، وهو أيضا يمثل لنا أحد الآباء، الريجريشن لأحد الآباء اللي هنا في هذه الحالة الأم مع الأبناء. ونلاحظ أن الـ 0.22 هي أعلى من الـ 0.18 اللي قدرناها عن طريق الأب، وهذا الارتفاع في التقدير معامل الانحدار يعود للتأثيرات السيادية وكذلك التأثيرات الماتيرنال إفكت. هذا أيضا راح نضربه في 2 في تقديرنا للمكافئ الوراثي. لاحظ هنا المكافئ الوراثي هو أعلى من تقديره عن طريق السائر عن طريق الأب، وفي هذه الحالة هذا الارتفاع هو بالحقيقة لا يعود جميعا إلى التأثيرات الأدتيف، وإنما تعود أيضا للتأثيرات السيادية وكذلك للماتيرنال إفكت الذي هو جزء من الكومن انفيرمنت. أما إذا اعتمدنا على الميد بوينت، هذا يعني معناها متوسط الأبوين الأب والأم وقسمناهم على 2، فراح يكون معامل الانحدار هو 0.33، وهو أيضا مرتفع عن حالة الساير وكذلك عن حالة الأم. وفي هذه الحالة ستكون الريجريشن يساوينا مباشرة الهرتابلتي، أي أن الهرتابلتي هو نفس معامل الانحدار. طبعا هذا التحليل هو جرى استخدام الـ Statistical Analysis System الساس، برنامج الساس، بالإمكان أيضا الحصول عليه عن طريق تطبيق برنامج الـ SPSS. الأسلوب الآخر في الحصول على المكافئ الوراثي يجري عن طريق تحليل تباين الأخوة، ومثل ما نعرف التزاوج في المملكة الحيوانية وبالذات في الطيور الداجنة يستخدم التزاوج الهرمي، أي لدينا مجموعة من الآباء، وهذه الآباء
كل أب يتزوج مع عدد من الإناث، وكل تزاوج مع أنثى نحصل منه على عدد من النسل. سوف يكون لدينا عوائل أشقاء تشترك في نفس الأم ونفس الأب، ولدينا عوائل أنصاف أشقاء تشترك في أحد الأبوين وتختلف في الأب الآخر. هذا الهيكل اللي راح نحصل عليه يمثل لنا شبكة من علاقات القرابة، ينظمها سجل النسب بديجري ريكورد، وهذا السجل يمكن استغلاله في تقدير المعالم الوراثية. الآن إذا أريد نسأل سؤال، ما هو الأهم في تأثيره على القطيع؟ هل يكون انتخاب الأب أم انتخاب الأم، ولماذا؟ طبعا في هذه الحالة أكيد راح يكون التأثير هو للأب، لأن التركيب الوراثي سوف ينتشر أكثر من تأثير الأم، رغم أن المساهمة الأب يساهم بنفس المكون الوراثي للابن الناتج، ولكن التركيب الوراثي على اعتبار أن الأب يتزاوج مع عدد من الإناث، وبالتالي سوف ينشر التركيب الوراثي أكثر من الأنثى. أما المساهمة وتمرير معلومات النسل فهو بالتأكيد أنه المساهمة متساوية، أي أن الجميت الأنثوي والجميت الذكري يساهم بنفس المقدار في، طبعا نتكلم عن الوراثة النووية، وبالتالي تكون المساهمة متساوية، بالرغم من أن الأم لديها تأثير آخر اللي هو تأثير السيتوبلازمي، مثل أن الوراثة السيتوبلازمية والتأثيرات الأمية أيضا تكون ذات تأثير إضافي مضاف على أو يتفوق على تأثير الأب في النسل. نلاحظ من خلال هذا المخطط الهيكل اللي تحدثنا عنه، لدينا مجموعة من الآباء، وكل أب من هذه الآباء سوف يتزوج مع عدد من الإناث، وكل زيجة من هذه الزيجات سوف نحصل عليها من مجموعة من النسل، وبالتالي فإن النسل الذي سوف ينتج عن نفس التزاوج سوف نطلق عليه الفول سيب، أي أنه نفس الأب نفس الأم يعطون مجموعة من الأبناء، هذول عائلة أشقاء فول سيب. أما إذا كانت العائلة مكونة من عدد من الأفراد ناتجة من نفس الأب ولكنها تختلف بالأمهات، فسوف نطلق عليها أنصاف الأشقاء، أو نطلق عليها هالف سيب. الآن من خلال البيانات اللي نحصل عليها من سجل النسب، وإذا أخذنا الأخوة الأشقاء هيكل القرابة للأخوة الأشقاء، سوف نقوم بتحليل البيانات وفق التجربة المتشعبة أو النستد ديزاين، وهذا الجدول اللي يمثل لنا بتوين ساير، أي أن الاختلافات الناتجة عن اختلاف الآباء والاختلافات الناتجة للأمهات ضمن الأب الواحد، بتوين دامز وذين ساير وذين أبروجيني، اللي يشير لنا إلى الاختلافات للأبناء لنفس الأم، أي أنه راح يكونون أشقاء نفس الأب ونفس الأم، ولكن هنالك اختلافات ما بين هذه الأفراد نتيجة أنه لا يوجد تركيبين وراثيين متطابقين. درجات الحرية أيضا باعتبار أن الأس هو عدد الذكور عدد الآباء الساير، والدي يمثل لنا عدد الأمهات الدام، والكي اللي يمثل لنا عدد الأبناء لكل أم. فإذا كان عدد الأمهات متساوي لكل ساير، وكذلك عدد الأبناء الناتجة لكل أم أيضا تكون متساوية، فسوف يكون التحليل بطريقة سهلة، ما تحتاج إنه نحسب قيم لامدا
لكل فقرة من هذه الفقرات، وسوف نتطرق لها في محاضرتنا نفس هذه المحاضرة ولكن بسلايدات متقدمة. بعد إجراء التحليل والحصول على السم أو السكوير ونقسمه على درجات الحرية، سوف نحصل على المين سكوير. المين سكوير يجب أن نعرف بأن السائر مكونات الإكسبكتد المتوقعة هي دي كي، عدد الإناث مضروب في عدد الأبناء لكل أنثى، وهذا يعطينا هو عدد النسل للأب مضروبة في عدد النسل للأم مضروبة في السيجما تربيع دام، زائد السيجما تربيع للوذين اللي مثلنا أيضا هو بمفهوم الريزيديوال اللي هو الخطأ التجريبي. أما مكون المين سكوير للدام فيمثل لنا عدد الأبناء للأم في سيجما تربيع الدام زائد سيجما تربيع للوذين، ومكون المين سكوير للوذين هو نفسه راح يكون بدون أي عملية حسابية إضافية. نلاحظ هذا الجزء هو نفس هذا الجزء، وهذا الجزء هو نفس هذا الجزء. هذه العملية سوف نستغلها في حساب مكونات التباين للأب، مكونات التباين للأم، لاستغلالها في تقدير قيمة المكافئ الوراثي. ففي حالة تقديرنا للسيجما تربيع للساير، سوف نقوم بطرح المين سكوير للساير ناقص المين سكوير للدام. هاي الساير نطرحها من الدام. بعملية الطرح سوف نتخلص من هذا الجزء، هذا سوف يشطب لأنه متشابه، ونقسم على دي كي اللي هم عدد الأبناء للأب هذا الجزء، وبالتالي راح نحصل على السيجما تربيع للساير. السيجما تربيع للساير يمثل لنا مكون مشاهد، هذا نقدر نتعامل مباشرة عن طريق القياسات المشاهدة، ولكنه بالحقيقة هو يمثل لنا ربع الأدتيف، مكونات السببية، الجينات اللي احنا ما نقدر نشوفها ونتعامل معها. عن تقديرنا للسيجما تربيع للساير أي أننا قمنا بتقدير ربع التباين التجميعي الأدتيف. أما السيجما تربيع للدام فنقدر نحصل عليه من عملية طرح الـ MS للدام ناقصا الـ MS للوذن. المين سكوير للدام نطرحها من المين سكوير للوذن، أي أن هذا المكون اللي هو خاص بالسيجما تربيع للوذن سوف نقوم بالتخلص بعملية الطرح، ونقسم على كي اللي هم عدد الأبناء للأم، سوف نحصل على السيجما تربيع للدم. في هذه الحالة تقديرنا لهذا الجزء السيجما تربيع للدم هو تقدير المكونات السببية ربع الأدتيف variance زائدا ربع الدوميننس variance زائد الكومون انفيرمنت، ومن ضمنها ايضا الماتيرنال افكت. لذلك هذا الجزء هو لا يتضمن فقط التاثيرات التجميعيه وانما ايضا السياديه والتفوقيه، وبالتالي يكون مضخم ذو تاثيرات غير موروثه. اما الكلام حول السيجما تربيع للوذن فهو ما يحتاج عمليات حسابية. مجموع هذه المكونات الثلاثة سيجما تربيع للساير زائد سيجما تربيع للدام زائد سيجما تربيع للوذن يمثل لنا التباين الكلي اللي هو المظهري اللي نتعامل معه. يمكننا تقدير المكافئ الوراثي عن طريق الأب 4 في سيجما تربيع للساير على التباين الكلي. احنا لا ننسى القانون الأساسي الهرتابيليتي يساوي أن التباين الأدتيف على التباين الكلي، تباين الأدتيف على التباين الكلي. طالما إحنا تقديرنا للساير أنطانا ربع الأدتيف، لذلك هذا الربع الأدتيف نضربه في 4 حتى يصير عندنا تباين أدتيف كامل، والمقام هو التباين المظهري الفينوتايب اللي هسه تحدثنا عنه. فلذلك راح يكون عندنا بالحقيقة تباين الأدتيف، أدتيف فيريانس
لأنه عندنا ربع من السائل ضربناه في أربعة صار عندنا additive كامل، ونقسم على الفينوتيبك فيريانس اللي هو المقام، بالتالي نحصل على الهرتابيليتي عن طريق السائر. أما عن طريق الأم فبنفس الوقت أيضا يمثل لنا ربع الهرتابيليتي، ربع تباين الأديتيف راح نضربه في أربعة ونقسمه على التباين الكلي. ولكن بالحقيقة هذا التباين السيجما تربيع للدم هو ليس فقط مكون للتباين الأديتيف، هو أيضا كما تحدثنا بالإستاد السابق يحتوي على مكون الدوميننس وكذلك الماتيرنال إفكت اللي هو جزء من الكومون انفيرمنت. فبالتالي هذا المقدار هو كبير أكبر من التقدير للسائر ولكنه مضلل، وبالتالي راح يعطينا تقدير للمكافئ الوراثي عالي ولا يمكن الاعتماد عليه لأنه هو جزء من عنده سيادة ووراثة واللي هي تكون غير موروثة للجيل القادم. هنالك أسلوب آخر اللي هو الجمع ما بين مكون الآباء ومكون الأمهات، يعني الهرتابيليتي ساير زائدا دام، وبالتالي هنا ربع عن طريق الساير وربع عن طريق الدام، لما نجمعهم يصيرون نصف الأديتيف، نضربهم في اثنين ونقسم على التباين المظهري الكلي. فأيضا لدينا راح يكون ثلاثة أساليب لتقدير المكافئ الوراثي عن طريق الساير، عن طريق الدام، وعن طريق الجمع ما بين الأب والأم. عندما يكون الآباء يتزاوجون مع عدد من الإناث غير متساويين وكذلك الحصول على عدد من الأبناء غير متساويين، سوف يكون لدينا أسلوب محور لحساب المكافئ الوراثي. ففي هذه الحالة لدينا ثلاثة معادلات، الفورمولا الأولى لامدا 1 اللي تشير لنا إلى عدد الأمهات التي تتزاوج مع كل ساير، ولدينا لامدا 2 اللي يمثل لنا عدد البروجيني، عدد الأبناء لكل أم. فإذا كانت كلاهما يعني عدد الأمهات اللي تتزاوج مع كل أب وأيضا عدد الأبناء لكل أم ذولا متساويين، فما عندنا مشكلة كما حدث في الاستعدادات السابقة اللي تحدثنا كيفية التقدير. أما إذا ظهرت الحالة بأن هذه المساهمة تكون مختلفة، فلذلك يجب تطبيق المعادلات اللي موجودة أمامنا ونستخدمها في حساب المكافئ الوراثي كما في المثال الذي سنتحدث عنه بعد قليل. لامدا 3 مثلنا عدد البروجيني، عدد الأبناء لكل أب. طبعا المكونات اللي راح نحصل عليها قلنا الخطأ هو التقدير مالته، من حصل المين سكوير للإرار أو الوذن هو نفسه التقدير للسيجما تربيع للوذن أو للإرار الريزيديوال. أما ما يخص الأمهات فهو الفرق ما بين المين سكوير للسيجما تربيع للساير، لدينا الفورمولا باعتبار أن اللامدا هو عدد الأبناء اللي مخصصة، عدد الأبناء لكل أم وفق الفورمولا بالسلايد السابق يجري حسابها لأنها تكون غير موحدة. أما العلاقة ما بين هذه المكونات اللي هي مشاهدة، هذه observable component، والافتراض أنها ناتجة عن تأثيرات جينات، وهذه الجينات نسميها causal component، مكونات سببية. فعن طريق الساير قلنا تقدير ربع الأديتيف، عن طريق الدم بافتراض
أن لا توجد تأثيرات maternal وتأثيرات environment، وكذلك السيادة موجودة. نلاحظ أن الدام يمثل أن ربع الأداتيف زائد ربع الدوميننس. أما إذا كان هذا الافتراض غير موجود، فلذلك لا يجب أن نضيف زائدا التباين للكومون انفايرمنت اللي هو جزء من عند الماتيرنال افكت. أما ما يخص التباين للإرار، ففي هذه الحالة راح يكون مكمل. شوف هنا ربع أداتيف ربع أداتيف، لذلك هنا يكون نصف حتى يكتمل، نصف تباين للأداتيف، وهنا كان عندنا ربع للدوميننس، فباقي لنا ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع الدوميننس زائدا التباين ال بي اي، والجمع ما بين الساير زائدا الدام زائدا الوذين اللي مثلنا الانفايرمنت راح يمثلنا التوتال فيريانس، وهو نفسه التباين المظهري. الهيرتابيليتي نفس القانون اللي قبل قليل تحدثنا عنه، التباين الناتج عن طريق الساير نضربه في 4، لان هذا يمثل لنا ربع الاديتيف، نضربه في 4 يصير اديتيف، وعلى التباين الكلي فنحصل على تقدير المكافئ الوراثي عن طريق الساير. وكذلك يمكننا ان نقدر وفق هذه الفورمولا اللي موجوده امامنا التباين اللي خاص بالتقدير والستاندر ايرور للهرتابيليتي وفق الفورمولا اللي موجوده امامنا. هذا موجود امامنا مثال لخمسه اباء تزاوج كل منها مع ثلاثه اناث وانتجن ثلاثه ابناء. يعني هنا عدد الامهات مساوي لعدد الابناء اللي انتجت من كل تزاوج. طبعا ورا ما نحصل على هذه البيانات نقوم بالجمع، جمع كل ام، هذا مجموع للأم الأولى، مجموع للأم الثانية، وهكذا إلى الأم الخامسة عشر، ونجمع أيضا مجموع كل أب، هاي المجموع ثلاثة في ثلاثة، تسعة أبناء تعود للأب الأول، تسعة أبناء تعود للأب الثاني. فعندما نجمع التسعة أبناء للأب الأول نحصل على ساير توتال، ساير توتال للثاني والثالث والخامس، مجموعهم سوف نحصل على المجموع العام للبيانات. الخطوة الأولى في عملية التحليل هو الحصول على معامل التصحيح correction factor، وهو المجموع العام الربعة ونقسمه على العدد الكلي للبيانات اللي هي 45، فنحصل على الكوركشن فاكتور. الخطوة اللي بعدها التوتال سم سكوير، مجموع مربعات الانحرافات الكلية، سوف نقوم بتربيع كل قيمة من هذه القيم، 0.97 تربيع زائدا 0.81 تربيع إلى آخر قيمة 0.87 تربيع. الناتج منها سوف نطرح من عند الكوركشن فاكتور فنحصل على البوينت 32. مجموع مربعات الانحرافات بين الآباء sum of square between sires summation yi dot dot تربيع على dk اللي مثل لنا عدد الأبناء للأب. هذا شيء مثل لنا الساير الأول الربعة زائدا مجموع الساير الثاني الربعة زائدا مجموع الساير الثالث، وهكذا للساير الأخير. ومن بعد ما نكمل البسط نقسمه على تسعة اللي هم عدد الأبناء لكل أب اللي هي جاية من دي كي، ونطرح من الناتج الكوركشن فاكتور فنحصل على المكون اللي خاص بالساير. أما السم أوف سكوير للدام، فهنا لازم ننتبه بأنه دام within ساير،
وبالتالي عملية الطرح ما راح تكون عن طريق الكوركشن فاكتور. هنا ما راح نحسب للدم وبعدين نطرح من عند الكوركشن فاكتور، وإنما نطرح هذا المكون اللي هو خاص بالدم، راح نطرح من عند المكون للساير غير المصحح، يعني هذه الفقرة. هذه تمثل لنا الطرح عند حساب السام أو سكوير للدم وذين ساير. وبالتالي هنا عندنا جزئين، الجزء الأول اللي يمثل لنا مجموع أبناء الأم الأولى الربعة زائدا مجموع أبناء الأم الثانية أيضا تربيع إلى أن نصل إلى الأم الخامسة عشر الربع مجموع أبنائها، ونقسم على عدد الأبناء للأم الواحدة، وإحنا شفنا بمخطط البيانات أن كل أم أنتجت لنا ثلاثة أبناء ناقصا ما نطرح من عند الكوركشن فاكتور، وإنما الجزء اللي خاص بالساير غير المصحح، فنحصل على الـ SS للدم. مجموع مربعات الانحرافات للـ within progeny أو هو نفسه الـ residual التوتال نطرح من عنده الساير ونطرح من عنده الدم. للوذن التوتال ناقص الـ SS للساير ناقص الـ SS للدم. وبنفس المفهوم يعني لدينا طريقتين، الطريق الأول ممكن نستخدم هاي الفورمولا اللي موجودة أمامنا ونشوف الناتج هو واحد، ممكن نحصل على نفس الناتج، وأنا أشوف هذه الطريقة تكون هي الأسهل للطلبة. بعد أن نكتمل من حساب المجموع مربعات الانحرافات، نبدأ بكتابة جدول تحليل التباين اللي يمثل لنا between sire و between dams within sire و within progeny. وعندما نكتب ال SS اللي هو sum of square، كل فقرة من عدها راح نقسمها على درجات الحرية، فنحصل على ال MS، ال MS لل sire، MS لل dam within sire، وال MS لل within. الآن نقدر نستخدم المين سكوير في حساب مكونات التباين. فمكونات التباين للساير هي الـ MS للساير ناقص الـ MS للدم على عدد الأبناء للأب، وبالتالي نحصل على هذا المكون. والسيجما تربيع للدم هو الـ MS للدم ناقص الـ MS للوذن على عدد الأبناء لكل أم، فنحصل على قيمة السيجما تربيع للدم. أما الوذن فهو صافي بدون عملية حسابية، نفسه الـ MS للوذن نحصل على القيمة، مجموعهم راح يكون هو التوتال والمظهري. نستغل هذه التقديرات لمكونات التباين المشاهدة في حساب الهرتابلتي، فعن طريق الساير أربعة في المكون اللي خاص بالساير على الكلي اللي حسبناه هو هذا الكلي، فراح نحصل على المكافئ الوراثي عن طريق الأب، ويمكن حسابه عن طريق الأم. أربعة في المكون اللي حسبناه عن طريق الأم أيضا على التوتال، فراح نحصل على الهرتابلتي عن طريق الأم. وهنا نلاحظ أنه هذه القيمة هي أعلى من السائر، لكن هي بالحقيقة هي تضخيم للمكافئ الوراثي، وأصدق تقدير هو عن طريق السائر لأنه يمثل لنا التأثيرات التجميعية فقط، بينما الدم راح تمثل لنا التأثيرات التجميعية زائدا التأثيرات الدومينانس زائدا التأثيرات الكومن انفيرمنت من ضمنها الماتيرنال افكت. الجمع ما بين الساير زائدا الدم يكون عندنا مكونين، المكون الأول للساير المكون الثاني للدم، نجمعهم ونضربهم في اثنين لأن هذا انطانا ربع أدتيف وهذا ربع أدتيف، مجموعهم هو نصف الأدتيف، النصف نضربه في اثنين حتى يصير تباين الأدتيف كامل، ونقسمه على التباين المظهري. هذا مثال عندما يكون لدينا الأبناء غير متساوية.
شوف هنا السائر الأول تزاوج مع 4، والسائر الثاني تزاوج مع 4، والثالث تزاوج مع 4. عدد الإناث لكل سائر متساوي، ولكن الاختلاف ظهر مع عدد النسل اللي ساهموا به. التزاوج مع الأم الأولى أنطانا 4 أبناء، مع الأم الثانية أنطانا 5، مع الأم الثالثة أنطانا 3، ومع الأم الرابعة أنطانا 4. كذلك الحال مع الآباء الأخرى، أنطت أيضا مساهمة غير متساوية. في هذه الحالة يجب علينا حساب اللامدا 1، لامدا 2، لامدا 3 في حساباتنا. الـ SS total والـ SS A اللي مثلنا الساير، والبي الدام، والتوتال ناقصا اي ناقصا بي راح يعطينا الانفايرمنت او الوذن بروجيني بنفس الاسلوب. ولكن طبعا هنايا شوف كل وحده على عدد المساهمات للابناء، على عدد مساهماتها، ما راح نقدر نخليها على رقم واحد لانه اختلفت. كذلك الحال عندما نتكلم عن الساير، كل ساير لديه أبناء مختلفين. الساير الأول عنده 16 من الأبناء، الساير الثاني عنده 17، الساير الثالث عنده 18. من نجي نحسب للأمهات، الأم الأولى 4، الأم الثانية عندها 5، والأم الأخيرة عندها 4. لذلك يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار المساهمات المختلفة في حساب مكونات التباين. عندما نضع أمامنا الجدول تحليل التباين في حالة المساهمة غير المتساوية للأبناء، سوف نقوم بحساب لامدا 1، لامدا 2، ولامدا 1 هو عدد الإناث المخصصة لكل ذكر، لامدا 2 اللي تمثل لنا عدد الأبناء لكل مين سكوير، وكيف نقوم بحساب السيجما تربيع للساير، سيجما تربيع للدام، وفق الفورمولا اللي موجودة أمامنا. شوف هنا الأسلوب لحساب لامدا 1، 1/9 راح نقسم على 9، ونلاحظ الدام الأولى هي 4 تربيع، الدام الثانية هي 5 تربيع، والدام الثالثة 3 تربيع، والرابعة 4 تربيع. هذا الجزء راح نقسم على المجموع الكلي للأبناء اللي هو 16. من نجي على السائر الثاني، الأم الأولى أنطت 4 تربيع، الأم الثانية 5 تربيع، والرابعة أنطتنا 5 تربيع، راح نقسم على 17 اللي تمثل لنا هنايا هذه الفورمولا اللي موجودة أمامنا. وكذلك للسائر الثالث، شوف المجموع الكلي 18. هذا يمثل لنا البسط، راح n اللي هو العدد الكلي 51 ناقصا مجموع اللي بداخل القوس، ونقسم على المقام اللي يمثل لنا 1/9، يعني نقسم هذا كله على 9، ونحسب لامدا 1. اللامدا 2 لها الفورمولا ايضا اللي امامكم، ونقوم بحسابها. واللامدا 3 اللي هي عدد الابناء لكل ساير ايضا نقوم بحسابها، ونستخدمها في حساب مكونات الساير والدام، لان هنا راح نحتاج لامدا 1 ولامدا 3 ولامدا 2. نفس الأسلوب هو حساب الهرتابيليتي اللي تحدثنا عنه قبل قليل بنفس الفورمولا.
إذا صار عندنا تقدير في حالة أن تكون عدد الإناث متساوية لكل الآباء، ومساهمة النسل أيضا كل أنثى أنتجت نفس العدد، عندما يتساوون عدد الإناث لكل أب يساوي عدد الأبناء لكل أم، سوف تكون العملية الحسابية سهلة، وإذا كانت مختلفة سوف نعمد لحساب قيم لامدا، وقبل أن نقوم بتقدير مكونات التباين. الأسلوب الآخر لتقدير المكافئ الوراثي عندما يكون سجل النسب اللي متاح أنه لا يتضمن الأشقاء، يعني نعرف أحد الأبوين، الأب الثاني ما نعرفه، وفي الغالب يكون الأب معروف والأم غير معروفة. سجل النسب يشير لنا إلى أنه الأب يعني الديك معروف، ولكن الإناث ما راح ناخذها بنظر الاعتبار. هنا راح نقدر نقدر الهيرتابيليتي عن طريق مكونات الأب فقط دون الاعتماد على مكونات الأمهات، وطبعا العوائل في هذه الحالة راح تكون هي عوائل أنصاف أشقاء هالف سيب، والهالف سيب راح ينطينا ربع تباين الأدتيف. التحليل، تحليل التباين هو راح يكون بالحقيقة مشابه تماما لتصميم العشوائي الكامل CRD Complete Randomized Design، فراح ينطينا between sire، وكان بدنا نتكلم على between treatments، within progeny، وكان بدنا نتكلم عن residual أو الإرر. وعندما نحصل على مكون المين سكوير للساير والمين سكوير للوذن اللي هو الـ MSE، راح يكون الـ MS للساير المكونات مالته هي عبارة عن عدد الأبناء لكل أب مضروبة في سيجما تربيع للساير زائدا سيجما تربيع للوذن. وفي هذه الحالة تقديرنا للمكون سيجما تربيع للساير سيكون الامس للساير ناقصا الامس للوذن. بهذه العملية سوف نختصر سيجما تربيع للوذن، وبالتقسيم على كي سوف نحصل على سيجما تربيع للساير. أما الكلي التوتال اللي مثل لنا المظهري راح يكون الجمع ما بين سيجما تربيع للساير زائد سيجما تربيع للوذن، لأن سيجما تربيع للوذن هي صافية مباشرة نقدر نحصل عليها من جدول تحليل التباين. وتقدير المكافئ الوراثي يكون على اعتبار أن السيجما تربيع للساير هو ربع الأدتيف، راح نضربها في 4، فالهيرتابلتي للساير تمثل لنا 4 في سيجما تربيع للساير، ونقسمها على التوتال اللي هو سيجما تربيع ساير زائد سيجما تربيع للوذن. أيضا هذا اللي تكلمنا عليه في حالة أن يكون هنالك مساهمة متساوية لكل أب في الأبناء، إذا كانت مختلفة فراح نضطر إلى استخدام الفورمولا اللي موجودة أمامنا لحساب عدد الأبناء اللي نقسم عليها للحصول على سيجما تربيع للساير. وهذه نفس الفكرة، أن سيجما تربيع للساير هي تنطينا ربع الأدتيف، بينما راح يكون الإرار أو الوذين بروجيني يمثل لنا 3/4 الأدتيف زائدا الدومينانس زائدا الانفايرمنت. الجمع ما بين الساير والانفايرمنت راح ينطينا التوتال، وبالإمكان حساب الستاندر إرار للهيرتابيليتي وفق الفورمولا اللي موجودة أمامنا. هذا مثال مساهمة متساوية لكل أب، لدينا 6 من الآباء ساير 1 ساير 2 إلى ساير 6، كل أب كان لديه عدد متساوي 5 من الأبناء، وهذا تمثل لنا مجاميع الآباء، مجموع الأب الأول مجموع الأب الثاني. فعن طريق تحليل التباين، وإحنا تحدثنا بأن التحليل يشبه تصميم العشوائي الكامل،
الخطوة الأولى سوف نقوم بحساب الكوركشن فاكتور، والكوركشن فاكتور هو المجموع الكلي للأبناء، ونقسمها على عدد المشاهدات الكلية اللي هو 30، لأنه كل أب ساهم لنا بخمسة وهم ست آباء، فراح يكون عندنا الكوركشن فاكتور. أيضا مجموع مربعات الانحرافات الكلية، كل قيمة من هذه القيم للمشاهدات سوف تربع ومن ثم تجمع مع القيمة المجاورة لها إلى المساهمة الأخيرة، ومن ثم نطرح من عندها الكوركشن فاكتور. وبالنسبة للآباء سوف نقوم الـ SS للساير، المجموع أبناء الأب الأول الربعة زائد المجموع الأبناء للأب الثاني الربعة على عدد الأبناء لكل أب اللي هم خمسة. وفيما يخص الوذن هو التوتال، نطرح من عنده الاس اس للساير فنحصل للمكون اللي خاص بالإيرور. وهنا نستطيع سيجما تربيع للساير بالام اس للساير ناقص الام اس للوذن ونقسمه على عدد الأبناء، فحصلنا على السيجما تربيع للساير. والسيجما تربيع للوذن هو راح يكون صافي بدون أي عملية حسابية كما نلاحظ، ونستغلهم في حساب السيجما تربيع الكلي للي هو الفينوتايب، ونستغله في حساب الارتابيليتي عن طريق الساير كما موضح أمامنا. يمكن أيضا في حالة المساهمة غير المتساوية، أن هذا المثال اللي موجود أمامنا كيف نحسب عن طريق اللامدا العمليات الحسابية اللي راح تكون مشابهة تماما لوصفنا السابق، وبالتالي نقدر نحصل من خلاله على تقدير مكونات التباين اللازمة لحساب الارتابيليتي عن طريق الهالف سيب. وبذلك